استعدادات على قدم وساق تجرى بمدينة شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر تغير المناخ سبعة 27 ويأتي على رأس المشروعات الخضراء والذكية مبنى مجلس المدينة والمصمم كصديق للبيئة بأحدث التقنيات صرح جديد ضمن المشروعات المقامة على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ كوب 27 مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي مصمم على مساحة 20 ألف متر مربع بأحدث التقنيات الإدارية والعلمية المشروع على 11 ألف متر مسطح ثلاث آه، أدوار أرضي وأول وثاني اللاندسكيب اللي حواليه حوالي 25 ألف متر مسطح مساحة خضراء ومشيات و نفورة في مدخل الفي اي بي وبوابه اماميه برضو في اي بي وبوابه خلفيه زائد مبنى خدمات بيبقى فيه 11 غرفه فندقيه لاي ضيوف جايين زي موتل كده اي ضيوف جايين للمحافظ او كده او للمبنى ممكن ينزلوا في هذه الغرف. مبنى مجلس المدينه الجديد صديق للبيئه ومزود بوحده محولات كهربائيه بالاضافه الى الواح الطاقه الشمسيه كطاقه نظيفه وطفره في التصميم والامكانيات المتقدمه على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنه. المبنى طبعا باحدث التقنيات التكنولوجيه انظمه شبكه المعلومات هي احدث انظمه عالميه مستخدمه في المبنى. أنظمة التكييف المستخدمة في المبنى هو أنظمة حديثة جدا علي أعلى مستوي أنظمة ذكية بتساعد علي تقليل الإنبعاثات الحرارية اللي ممكن تخرج من المبنى عشان كده نقول نقدر نقول إن المبنى دوت مبنى صديق للبيئة مقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد أنشئ على بعد كيلو متر من مدينة الشباب والرياضة بمنطقة حي النور وبأحدث التقنيات لخدمة المواطنين لينضم إلى قائمة البنايات الذكية والصديقة للبيئة التي يجري إنشاؤها بالمدينة